بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة هذا الشهر الكريم أعاده الله علينا وعليكم الخير، وأتمنى في وندعو الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الشهر الكريم أنه يكرمكم أجمعين بالنجاح والتفوق، وربنا يكرمكم بكل واحد يحقق أمنيته ويحقق حلمه في هذه الدنيا. احنا النهاردة ان شاء الرحمن هيبقى اخر لقاء لينا في الستوري بتاعتنا اللي هي The Prisoner of Zenda، هو شابتر 6 اللي احنا ان شاء الرحمن هنشرحه مع بعض زي ما تعودنا، وشفتوا الطريقة في شابتر 5 هنشرحه في نهايته، هنحل الاسئلة كما توقعنا. الحاجة الثانية بعد ان شاء الرحمن الحلقة اللي جاية هتكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن بوكلتس، هنحل امتحانات، لانه صعب في الفترة الضيقة دي او الفترة القصيرة انه نستطيع ان احنا نراجع كل المنهج تاني من البداية، لكن من خلال حل الامتحانات اللي هنتابعها دي هتحاول انك انت تجهزك وتعودك وتخليك تستطيع انك انت تحل هذه الامتحانات بسهولة ويسر ان شاء الرحمن. ويعني معلش طبعا هتلاقوا الكلام فيه تعلسم شوية نتيجة للصيام والسكر زي ما انتم عارفين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفينا ويشفي مرضانا وكل مرضى المسلمين. نبدأ بدون توقف إن شاء الرحمن، ونلتقي مع الشابتر بعد قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، الآن إحنا مع آخر شابتر مقرر على حضراتكم هذا العام، ألا وهو شابتر 6 في قصة شيقة بدأناها من أول العام، وهي The Prisoner of Zenda أو سجين زندا. لو أنا حبيت أتذكر مع حضراتكم وأذكركم، إحنا توقفنا في اللقاء السابق انه عمنا راسندل ده الذي يقوم بدور الملك قرر ان هو يقوم بهجمة على مايكل ويعمل الخطوة الاولى من جانبه لانقاذ جلالة الملك الحقيقي رودولف ألفريدج. فطبعا كان قبل ان يغادر العاصمة استريلسو كان عليه ان هو لابد ان يؤمن هذا المكان، وكذلك يؤمن الأميرة فليفيا، فكان لابد ان هو يجد شخص امين يثق فيه لكي يحرس هذه الأميرة. واختار زي ما حضراتكم عارفين انه هو اختار المارشال ستراكنيتش اللي هو اداله مجموعة من التعليمات انه هو هيكون مسؤول عن حماية هذه الأميرة، وسوف يصل خطاب كل يوم من راسندل او من جلالة الملك، هو الملك اللي هو راسندل القائم بدور الملك، الى المارشال كل يوم يصل خطاب يعني يبلغه عن اخباره. لو مر 3 ايام دون ان يصل المارشال اي خطاب، امره بالتالي: 1 ان هو يعلن نفسه القائد، يعني بلغتنا احنا زي اللي هو المحافظ بتاع العاصمة ويحميها من اي دخيل، لان فيها العرش وفيها كل شيء مهم للبلد. والخطوة الثانية ان هو يذهب مباشرة الى مايكل ويطلب منه رؤية الملك. لو مايكل رد عليه وقال له ان ما فيش، انا ما عنديش اي اخبار عن الملك وما اعرفش انه عن اي شيء، قال له: يا مارشال، انت في اللحظة دي اعرف ان انا مت، الملك مات في اللحظة دي، تعين ملكة لهذه البلاد. وقال له: تعرف ماذا أقصد؟ قال: طبعا وصدقا الأميرة فليفيا. ده اللي هو تحدثنا عنه في اللقاء السابق وختمنا به الكلام. النهاردة هيبدأ يتحرك عندنا راسندل في رحلته. لكن it was nearly time for us to make a move against Duke Michael. I was with Marshal Strachnitz, who I had to trust to keep the future of Britannia safe. هو طبعا خلاص هبدأ الخطوة والحركة بتاعتي،
وطبعا أنا الآن موجود مع المارشال اللي هو الشخص اللي أنا أثق فيه لحماية هذه البلاد. وده الحوار اللي you must promise that you will protect Princess Flavia from the Duke. I told them. تقول له طبعا أنت توعدني أنك تحمي الأميرة. ده راسندل بيقول للمارشال as you know his mother wasn't royal and he can only legally become king if he marries the princess. شوف بص المشكلة. قال له انت عارف يا مارشال انه مايكل ده يعتبر ابن غير شرعي, يعني هنا لا يستطيع ان يحصل على منصبه كملك. لماذا؟ لانه اخ غير شقيق. افهمها لكم بطريقة تانية. في قانون هذه البلد اللي هي روريتانيا دي اللي شايفينها حضراتكم, في قانونها ان لكي تصبح ملك لابد ان يكون اباك هو الملك والام من الاسرة الملكية. لكن مايكل مشكلته ان امه كانت من عامة الشعب, يعني لا كيف يحل هذه المشكلة, كيف ينقي دمه كما قيل بلغتهم. عليه ان يتزوج احدا من الاسرة الملكية. مين اللي عليه الدور ومين اللي موجود هنا؟ اللي هي الاميرة. يبقى اذا هو عنده حلين. الحل ده ان هو لابد ان يتزوج هذه الاميرة علشان يصبح ملكة. فهنا المارشال قال له I promise bowing, يعني انحنى promise اوعدك وانحنى في كلامه. Now I will write down what I have just said. لازم يسيب وثيقة راسندل علشان يوريها للناس ان مارشال بيتصرف بناء على اوامر الملك. لكن في حدث عايز افكر حضراتكم فيه. فاكرين الحوار او كانت الحرب اللي تمت بين رجال مايكل وبين راسندل وهم في الهانتينج لودج؟ حصل كان نتيجتها ان اصيب راسندل بطلق ناري في احد اصابعه. ولذلك هو هنا ممكن يكون هذا الطلق الناري او هذا الكت او هذا الجرح اللي موجود عنده او الووند هنا ادفانتج نوت ديس ادفانتج, ميزه وليس عيبا. ليه؟ لانه طبعا خلاه ان هو لا يقوم بتوقيع اي مستندات مهمه واي طبعا اشياء مراسلات بين الدول مهمه, معللا بايه؟ بان اصبعه يؤلمه. كمان هيفيده النهارده ان الفينجر هارتس هيفيده تاني, هيفيده كمان حياة تانية انه لما يبدأ يكتب الورق. المارشال طبعا موجود من ايام القدم يعني معاهم, فعارف توقيع الملك او عارف خط الفلام. بيد يتكلم قال له ايه الخط ده؟ The writings a little different from your usual. I hope people know it's a real order from the king. قال له انا يعني عايز الناس هتقول علي ايه؟ ممكن يقول الكلام ده انت مألفه يا مارشال. قال له بس انا I trust you. I told him and he smiled. The princess will be safe with me, he said. قال له ماشي, انا هتكون الاميرة معايا في امان. هنا بدأ بعد ما خلص زيارته عند المارشال. I returned to the palace and told Sapt and Fritz to get ready to go to Zinda. انا اخبرت رحت القصر وقلت يا سابت انت وفريدز جهزوا نفسكم انتوا معايا في الرحلة الى زندا. There was only one thing left for me to do before we went. بس انا فضل حاجة اعملها قبل ما نمشي, مش هقدر امشي بدون ما اعمل زيارة الى مين؟ الى الاميرة فليفيا. ما اقدرش امشي بدون زيارة لهذه الاميرة. طيب وبعدين I was leaving Thrills to go hunting. راح هناك واخبرها ان هو رايح فين؟ go hunting. استغربت go hunting ازاي؟ so you'd prefer to hunt animals than do your duties in the capital, she asked quietly. يعني انت في ده وقت تروح تصطاد فيه؟ تفضل الصيد والنزهه والرحلات ويسيب واجباتك في البلد؟ فحب يقنعها the thing I hunt is a very big animal, لان المره دي انا هصطاد حيوان ضخم. مين ده؟ because I will hunting Michael. قال لها المرة دي انا هصطاد مايكل. بدأ على الاميرة القلق الشديد لمعرفتها بخطورة مايكل. This will be dangerous, she said. If I don't come back you must become queen for me. وصيتي لك لو انا ما رجعتش تاني من فضلك كوني ملكة للبلاد واحمل عرش من طموحات مايكل.
Then she stood tall, يعني فردت نفسها كده, and said, I don't really know what's going on. أنا مش عارف اللي بيحصل. But I will do whatever is right for Ruritania. أنا اللي همني هعمل كل حاجة في مصلحة بلدي. If that means becoming the queen, then so be it. حتى لو كان ده مصلحة البلد إن أنا أكون الملكة, فليكن ذلك. Thank you, I said. Let us hope that it is not necessary. يعني قال لها نتمنى ألا يكون ذلك ضروريا. ونقف هنا. لو سألك هذا السؤال, let us hope that it's not necessary. دعنا نأمل ونتمنى ألا يكون ذلك ضروريا. ماذا يقصد بهذه العبارة؟ ماذا يقصد راسندل بهذه العبارة؟ لأنه لو أنت فهمت, علشان تصبح هذه الأميرة ملكة, متى تصبح الأميرة ملكة؟ تصبح الأميرة ملكة في حالة واحدة, عندما وفاة وموت مين؟ الملك. فبيقول لها تعينا لا نتمنى ألا يكون ذلك ضروريا, يقصد من ذلك نتمنى ألا يقتل الملك ويعود إلى عرشه وإلى بلاده. I knew however that it was more than possible. قال لها ومع ذلك ممكن الكلام ده يحصل, يعني ممكن أنت اللي تبقي ملكة, يعني ممكن الملك يموت وما يرجعش تاني. وتبدأ الرحلة. About 8 kilometers from Zenda, on the opposite side of the town, to where the castle stands, there is a levee walled on the low hill. On top of the hill is a large modern country house called Talarinham, which belongs to a relative of Fred's. He doesn't often visit the house. So when Fred asked if he could use it for a hunting trip, he happily agreed. أين سوف يقيم راسندل كملك في رحلة صيده؟ مش هينفع يروح يقيم عند مايكل, لأنه لو راح لمايكل يبقى راح له برجيه, مش هيطلع تاني حي. طب يعمل إيه؟ عمنا فريدز ده ليه أحد أقاربه يملك بيتا على تل بيت, يعني ريفي بس معمول بالطراز الحديث, يعني مبني على تل في الجهة المقابلة لقلعة مايكل. لما فريدز, وطبعا هو لا يستخدمش البيت ده في الوقت الحالي, لما طلب فريدز من قريبه ان الملك يريد ان يقيم في بيتك, وافق بكل سعادة. في اليوم التالي sat and فريدز and I set off from the capital and arrived at the country house at about midday. احنا وصلنا, تحركنا الرحلة بتاعتنا, وصلنا في منتصف النهار. لكن هل راسندل رايح معاه سابت فريدز فقط؟ لا, ده معاه a large party of servants, خدم كثيرين, 10 brave and strong gentlemen. يعني عدد الناس اللي رايحين معاه اللي هم الجنود بتوعه رجال أشداء 10, 10. وكمان غير ان هم brave, شجعان, strong, غير ان هم strong كمان اقوياء, لا ده trusted, I trusted يعني اثق فيهم. ثلاث صفات موجودة في العشر رجال دول. We had told this man that Michael had tried to kill me. كان لابد ان هو يدي لهم سبب من خلال هذا السبب يستطيعوا يروحوا معه. طب احنا رايحين معك ليه؟ اشمعنى احنا اللي اخترتنا بالذات؟ قال له خلي بالك, انا رايح اعاقب مايكل ده. ليه؟ قال في سببين عملهم ولا بد ان يعاقب عليهم. السبب الاولاني tried to kill me, انه حاول قتلي. كمان وايه تاني؟ a good friend of the king's was held prisoner in the castle. وقال لهم لي صديق عزيز أخذوا مايكل وحبسوا عنده في القلعة. ده سببين يزودوا حماس هؤلاء الرجال, يستطيعوا أن يوافقوا عن كل شيء سوف يقوله لهم الملك. They knew it was our job to set off. قال وظيفتنا set him off, يعني نطلق سراح هذا الرجل. And being brave and loyal, they didn't need to ask any more questions.
فيسألك سؤال: لماذا لم يسأل الرجال العشرة؟ مزيد من الأسئلة. كونهم brave and loyal، كونهم brave and loyal يعني شجعان ومخلصين. They didn't need to ask any more questions. However, it did not take long for Duke Michael to hear about our arrival, and after only an hour. طبعا الأخبار هوا وصلت لمايكل بعد مرور ساعة، كان وصل عنده. طبعا دايما هو بيتحرك عنده 6 رجال، 3 يكونوا معاه و3 دايما يكونوا في المشاوير يعني يبعتهم. فبعت المرة دي، المرة اللي فاتت بعت الفورينر الأجانب، المرة دي بعت الروتانيز يعني بعت 3 رجال اللي هم أصلا من أهل البلد، اللي هم لونجرام وكارفستين أند روبرت هانسو. ودول هنعرف يعني they know that they were not really there to hunt animals but had much bigger plan. يعني هم قال دول أكيد هم عارفين إن إحنا يعني مش جايين نصطاد حيوانات، احنا معانا خطة اكبر من كده. بدأ عمنا سابت كمان يوضح العملية. The youngest and strongest of the three Robertons، اصغر واحد سنا واقواهم واخطرهم اللي هو روبرت هانسو ده. Told us how sorry، بدأ طبعا في البداية جايين ايه بيجسوا النبط. قال لهم والله انا جاي ابلغ رساله من مايكل او ديوك مايكل ان هو بيعتذر ان هو لم يستطع ان يدعوك يا جلاله الملك ان تقيم في قصره منشان. But unfortunately، يعني هو كان نفسه يدعوكم، لكن unfortunately يعني لسوء الحظ، the duke and many of his servant had a dangerous illness، في مرض متفشي زي الكورونا متفشي داخل القصر مع مايكل ورجاله، فخايفين انك تتعدي يا جلالة الملك عشان كده ما دعيناك. So it was best if we stayed away. His speech was formal. المرة دي بيتكلم اخينا ده بلهجة الفورمال. فورمال يعني بيتكلم باللهجة الرسمية. And polite والمهذبة. But راسندل بيقول I didn't believe a word he said، لم أصدق كلمة واحدة مما قال. لكن كل نفاق. I'm sorry to hear this، I said to them، I hope my brother feels better soon، يعني أتمنى أخويا يخف ويبقى كويس وحلو كده قريبا. What of your، هنا بقى يبدأ إيه عمنا راسندل يبدأ بقى يدوس على الجرح كده ويغزهم. What of your friends دي جاودت بيرسون اند ديتشارت، طب يا اخبار اخواتكم دي جاودت وبيرسون ديتشارت اللي هو اداهم العلقة واداهم الطريحة في المنزل الصيفي. I heard that ديتشارت، مش اسكت كمان، لا I heard that ديتشارت was injured، قال لهم ده انا سمعت ديتشارت اتعور خير. روبرت طبعا فهم ان اخينا بقى بيتكلم بيرمز على ايه، ابتسم at me and said you needn't worry، ما تشيلش همه يعني شيل هم نفسك، ديتشارت will be fine، هيبقى كويس. God, perhaps you would like to stay. طب ايه رايك يا روبرت اقعد اتعشى معانا النهارده؟ And he to us I said الله you are very kind، راجل طيب، said Robert but unfortunately we have important duties، معلش احنا عندنا واجبات ومسؤوليات اكتر من الاكل. We need to get back to at the castle، ولازم نرجع القلعه. Of course you do، بدا يضحك رجل، ايوه فعلا ما انتوا لازم ترجعوا يعني هتبلغوا الاخبار. Thank you for coming. I look forward to seeing you all again. قال لهم أتمنى أشوفكم بس المرة اللي جاية أشوفكم أنتوا الستة. كأنه يقول أتمنى في المرة القادمة ألقاكم جميعا وأقضي عليكم. When they had gone Sapt said، هو ماشيين Sapt كان واقف جنب راسندل وبيقول له that Roberts is a worst criminal، قال له أخلي بالك ده أخطر مجرم فيهم ما تستهونش بيه. Of them at all. That evening، يا المساء، طبعا عمنا راسندل مش جاي يتفسح، ده لازم يتحرك. I set off for Zenda with Fred، خد فريدز وراح زندا. فاكرين الان الحانة اللي كانت اللي نزل فيها اللي صاحبتها الأولد وومن ومعاها بناتها الاثنين، راح هو هناك. Our journey
وين يو كود بي ا دينجرس وان. قال انا عارف رحلتي ممكن تكون خطيره واموت فيها. But my face was covered. غطيت وشي عشان ما حدش يعرفني. And we felt safe because there were many people on the roads. وكنت حاسس بالأمان لأنه there were many people. في ناس كثيرين في الشارع فمش أي حد هيقدر يجي ناحيتي. We didn't go near the castle. وبعدنا عن القلعة. يعني إذن لكي يشعر بالأمان شعر راسندل كان ثلاث أسباب. السبب الأولاني his face was covered. وجهه مغطى. الثاني there were many people on the roads. ناس كثيرين في الشارع. السبب الثالث ان هم ابتعد عن اي طريق يؤدي الى القلعة. But we went to the inn where I had stayed the first and my first night in the Ruritania. يعني كان رحت الحانة اللي قلنا عليها. I have been there before, I told Fritz. Once they recognize you, then he said. قال له انت رحت هنا قبل كده؟ قال له هيعرفوه. قال له of course هيعرفوني. Just do as I say and everything will be fine. قال له انت عايز تسكت بس وتعمل زي ما انا بعمل وافق على كل ما اقوله. ماشي. I kept the coat over my face. لسه مغطي وشه. We enter the inn and we ask to have a meal in a quiet room at the back. دخل قال لهم انا عايز وجبة بس في أوضة هادية بعيدة عن الناس. When the owner's daughter دخلت بنت بقى مين بنت صاحبة الحانة اللي هي صديقها جوهان لو تفتكروا. Brought us our food. هي دخلة شايلة الأطباق في إيديها. I uncovered my face. وكشفت وشي. So she could see. شافتني. فصاحت بصوت عالي. You are the king. أنت الملك. Almost dropping our plates. تقريبا على أسقطت الأطباق التي كانت بين يديها. I remember you when you stayed with us. I told my mother you weren't really an Englishman and that you were the king. أنا فعلا يعني أنا فاكر زيارتك وأنا قلت لهم أنت مش أنت الملك مش رجل إنجليزي ولا حاجة. I'm sorry. أنا أسفة. If we said anything bad when you stayed with us. أنا أسفة يا جلالة الملك. لو قلت أي حاجة زعلتك أو ضايقتك وتكلمت عليك كلام وحش أنا أسفة. فاستغل راسندل هذه الفرصة كملك. I will forgive you if you promise to help us. هساعد هسامحك لو ساعدتيني. طب تعالي المساعدة. I explained that I want to see Johan. قال لها مساعدتي تجيبي لي Johan من تحت الأرض. He never comes here anymore. She explained. بطل يجي عندنا تخصمنا. He works at the castle now. هو الآن يعمل في القلعة ما بيطلعهوش ما بيدروش أجازات ما بيعرفش يطلع. لها but you are still friends. You must ask to see him. I told her. أنتوا أصحاب لسه. خليه يقابلني أحسن لك. Told him to meet me tomorrow. To meet you tomorrow night at 10 o'clock. Then bring him. يعني قولي له خليه يجي قبلك الساعة 10 وابعتيه عندي to our house. And tell no one. اوعد قولي لحد that you have seen the king. Do you understand? You won't hurt him. طبعا هنا you won't hurt him. You won't hurt him. Well you sir. قالت له انت مش هتأذيه. مش هتأذيه. أليس كذلك؟ Not. مش هتأذيه في حالة واحدة. If he does as we ask, I promise. لو عمل اللي انا بقول له عليه يعني تأكدي اني مش هأذيه. She agreed happily. And after our meal we returned to Tottenham late at night. اتعشوا تمام ورجعوا المنزل اللي هم عايشين فيه على التل بالليل متأخرين. As we got off our horses, يدوبك نزلنا من على الخيول لقينا سبت. Run out of the house and cried. يعني أتى إلينا مسرعا صائحا يقول So you are safe. أنتم كويسين. أنتم بخير. أنتم بخير. فقلنا له إحنا بخير يعني. Why we are fine. Why shouldn't we be. طب ليه مش هنكون بخير يا عم سبت مالك. It seems that it's dangerous to ride in this area unless you are in a large group. قال لهم بدأ بعد أن كنت من الخطر جدا أنك أنت تركب خيول أو تمتطي الخيل في هذا الأماكن إلا وكان معك عدد كبير من الرجال. ليه؟ إيه اللي حصل؟ One of our men, Bernstein,
went out alone in the woods today. واحد من رجالنا اللي هو بيرنستين ده طلع اتمشى في الغاب. هناك شاف 3 men in the trees and one shot him. شاف 3 رجال واحد منهم اطلق النار عليه. طبعا كلكم عرفتوا الان مين هم الثلاث رجال دول. طبعا الثلاث رجال دول هم رجال مايكل الثلاث. He's upstairs in bed with a bullet. يعني هو نايم وفي رصاصة in his arm. The next bullet would be for you. قال الرصاصة اللي جاية في في حضرتك انت هتخلص عليه. We thought that we would be safe in the country house, but it was wrong. احنا كنا فاكرين ان احنا قاعدين هنا في امان لكن كنا مخطئين. The next day I was rested in the living room when Robert visited the house alone. المجرم روبرت بينما راسندل يستريح في أوضة المعيشة دخل روبرت. I have a message for you راسندل. خدت بالكم المرة دي بيقول له ايه؟ I have a message for you. مش يا ملك يا راسندل. قال هي سيد خلاص هيبقى اللعبة ايه؟ اللعبة على المكسوف. If you don't know how to address, يعني تخاطب, the king, my brother, must find another messenger. I replied, called him, بكل برود. قال له بص يا عم الحاج, لو انت مش عارف تخاطب الملك كويس, انا هبعت لاخويا يبعت لي رسول تاني يعني يعرف يكلم الملوك كويس. قال له اسمع عم الحاج, انت why do you continue to pretend, انت لسه بتمثل, ما خلصت الحكاية. He laughed. We all know who you are. احنا كلنا عارفين انت مين. But you can't say, لكن التاني بقى ايه. But you can't say that in public, can you? قال له لما بيقول له احنا عارفين, قال رد عليه راس هندل وقال له ايوه لكن ما تعرفش تقولوا الكلام ده قدام الشعب. لان لو حضرتكم قلتوا ان انا مش الملك, then people would know you have kidnapped the real king. في هذه اللحظة الناس هتعرف ان حضرتكم انتوا عملتوا ايه, خطفتوا الملك. You know the game's not finished yet and until it is I will choose my own name, I said. تمام. قال له بص يا عم روبرت, اللعبة لسه ما انتهتش, ولغاية ما تنتهي اللعبة انا حر اختار الاسم اللي عجبنا, اسمي نفس الملك, اسمي نفس الملكة, اسمي نفس الاميرة, اسمي نفسي براحتي. So what's your message, رسالتك ايه, خلص كده رسالتك ايه, خلص. قال له ماشي. The Duke offers you more than I want. قال له يا عم الدوق بتاعنا مايكل بعت لك عرض يعني كتير خالص اكتر, وانا مش موافق عليه. انا اذن اي ود يعني انا ما كنتش نفسي انك انت يوصل عرض لكده, ما تستاهلش بالعالم بالعربي يعني. He offers you, ده اسمه second offer. في first offer اللي كان في المنزل الصيفي عندما كانت انطوانيت دي موبان, ده العرض الثاني. سيف جيرني تو ذا بوردر, رحله امنه ما حدش يلمسك لغايه ما تعدي الحدود, وهنشيلك كمان ما تمشيش فاضي كده, تروح لعيالك وتروح لايه لبيتكم مش فاضي. اميليون جولد, معوش عيال هو طبعا, اميليون جولد بيسز, وكمان معاك مليون قطعه ذهبيه عمرك ما كنت تحلم يكونوا معاك. لو اسمع يا عم روبرت, تيل ذا ديوك ذات اي ريفيوز هيز جينيروس اوفر. انا مش بتاع فلوس. اقول للديوك انا مش عايز فلوسك دي. How is his prisoner, واسأله ايه اخبار السجين اللي انتو حابسينه باي ذا واي بالمناسبة. He is still alive. قال لسه حي يا عم الحاج, سيد روبرت. Good. Now go from here. يلا غور من هنا. While you can. باسرع سرعة وإلا. بصله كده روبرت gave me a cold look and asked his servant to prepare his horse. طيب يا اخوانا جهزونا الركوبة كده. طلعونا الحصان. طبعا عمل شيخ عرب راسندل وطلع وراه يودعه. I followed him out of the house and just as he was about to climb on his house he stopped and said. يعني خلي بالكم كده, لو تخيل المشهد يعني هو في اللحظة دي كده وبدأ ايه خلاص هيركب الايه الخيل, فمد ايده كده وقال له تعنا نتصافح يا راسندل. He stepped nearer to me. طبعا راسندل مد ايده عشان يسلم. في اللحظة دي suddenly stabbed me in the shoulder with his knife. راح مطلع سكنته روبرت
stabbed him in his shoulder. طعنه في كتفي with the knife. I cried out, but Robert rode off fast. طبعا روبرت ده عامل زي ايه؟ زي فرج علوز بلغتنا احنا كده. بسرعة نط بسرعة على الحصان before I could do anything. قبل ما اعمل اي حاجة. Also my shoulder hurt. I was lucky it was not a bad injury. لكن كانت الإصابة سطحية. Now I was angry at letting myself fall for such a trick. قال أنا مش يعني ما كانش الإصابة هي اللي مألماني. كان الألم عندي نفسي. إيه؟ قال إزاي أنا سمحت لهذا يعني يقع وأنخدع بهذه الخدعة الخبيثة وأنا رجل محارب وأفهمها. I was put to bed. حطوني في السرير. Told to sleep. قالوا لي نام. يا ابن الكلام. Which I did for several hours. When I woke up, عندما استيقظت, it was dark. And I found Fritz beside me. كانت دينا ظلمت. وبعدين لقيت فريتز واقف جنبي. طيب. هلو اسمع. The doctor says your arm will soon be better. ايدك هتبقى كويسة. مش ده اللي جاي لك عشانه. And the good news is that your plan was worked. قال له خطتك بدأت تنجح. For the girls brought Johan to the house. قال له جوهان جه وقاعد مستني تحت. He's downstairs right now. And the strange thing. قال له الحاجة الغريبة انه جاي مش خايف. I think Johan's happy. وسعيد to be here. Said Fritz. He seems to know that if Michael's plan is successful he will be in trouble. Because he knows too much. اسمع بقى الحتة دي وركز معي. ليه عمنا جوهان سعيد لمساعدة راسندل؟ خلي بالك هم عارف ان هو مش الملك، عارف لانه هو في القلعة وشايف اللي حاصل كل اللي هناك ده. ليه؟ طبعا لانه عارف لو خطة مايكل نجحت واصبح مايكل الملك فلا بد عليه ان يتخلص من كل من يعرف السر. فمين اللي كان يعرف السر ده غير رجال مايكل؟ سابت وفريدز وجوهان وراسندل، كل دول عايز يتخلص منهم. فطبعا جوهان عارف ان هو ميت لو وصل مايكل الى العرش. فلذلك هنا يعني because he knows too much. طبعا افكركم، طبعا انتم بتحبوا الافلام زي هي لطير انت لما ضربوا النار قال له انت you know too much الكبير. المهم نرجع للصغير. This think that يعني جعلني أفكر Johan would be more useful to us than I had first thought. قال الآن أنا أدركت أن جوهان ده ممكن يكون أكثر فائدة لنا. Surely with the right encouragement بدأت أشجعه. He would make the perfect spy for us. هيقبل جاسوس بتاعنا. I went downstairs, نزلت and asked to see Johan. هاتولي جوهان. The guards had brought him in with his hand tied behind his back. طبعا شغل الامن ده. طبعا ربطوا ايديه خلف ظهره كده هو. وطبعا ودخلوه على الملك. I sat him there to load in a chair where he sat looking sad. بقى عليه الحزن. And afraid وخايف. يا اخوانا انا جاي ساعد الناس دول. وهم بيعذبوني كده. As we talked to him, he understood that Johan, يعني we understood that Johan was a weak. أدركنا أن جوهان هذا الرجل رجل weak ضعيف. But not a wicked one. Wicked يعني شرير. رجل ضعيف ولكنه ليس بالشرير. He said he worked for Michael. طب يا عم جوهان أنت شغال عند مايكل ليه؟ قال because he was afraid of him. قال لهم انا شغال عنده عشان خايف منه، مش like him، مش بحبه. And he seemed happy to tell me Michael's secrets. وبدأ يحكي لي يعني ايه اسرار مايكل. احكي يا شهرزاد. He told us that there were two small rooms inside the castle. اسمع يا عم راسندل، القلعة اللي انت خايف منها دي ما فيش فيها غير two rooms وصغيرين كمان. Which you could only reach by crossing the drawn bridge. الكوبري اللي بيودي عليه اللي احنا قلنا عليه المتحرك. The rooms were cut into the rock. دي مش مبنية الأوض، دي منحوتة في الجبل. Below the ground تحت الأرض.
One room had no windows. واحدة فيهم ما فيهاش شبابيك خالص وبيقعد فيها الحراس. It was always lit by a candle. دايما بيكون دايما منورينها بالشموع. Behind it وراها it was a second room with a small window. في أوضة تانية شباك صغير. الشباك ده بيطل على ايه؟ انتوا فاكرين ان القلعة قلنا حواليها موت اللي هو الخندق المائي. الخندق ده مش مجرى مائي، يعني تخيلها كأنها ترعة كبيرة او كأنها نهر كبير بس مليان مية. Where the king was kept in chains. قال الأوضة التانية دي والحجرة الثانية اللي فيها شباك واحد هي اللي قاعد فيها الملك مسلسل، يعني حربتينه في سلاسل. From the window من الشباك بتاع الأوضة هناك a large stone pipe led down to the castle moat. قال له كمان من الشباك ده في أنبوبة صخرية على طول كبيرة جدا من الشباك على المية. طيب ايه فايدتها دي؟ The first room was always guarded by three of the six men. الأوضة الأولانية دي ثلاثة من الستة قاعدين فيها باستمرار رجال مايكل. There were told that. أدي خلي بال حضراتكم هيبدأ يفسر له يحصل إيه لو تم هجوم على القلعة. If some people attacked the first room and it was in danger. هم حاطين يعني الحراس دول عشان لو اي حد هجم الاوضة الاولانية يقوموا بمواجهة الهجوم. مين طبعا اول حاجة يعني افجين تيكن ديتشارد شود جو انتو ذا اذر روم اند كيل ذا كينج. لو في اي حد دخل بسرعة ديتشارد ده يجري على الاوضة التانية ويقتل الملك. ذا بادي وود زين بوت داون ان ذا بايب. يرمي جثة الملك في الانبوبة الصخرية اللي بتؤدي الى المية. طب وزن الملك اللي فيه سلاسل حديدية كثيرة هياخدوا الجثة إلى قاع المية. The chains would keep the body under water. Calling out to the other men. وينادي على الرجال الآخرين إذا شعروا بأي خطر. Ditcher would then escape down the same pipe. Ditcher ينط في نفس الأنبوبة ويطلع. And swam across the moat. The other two men would then follow him. And the duke's horses would take them to safety. يعني كل اللي بيحصل لو حسوا ان في هجوم جاي على البوابه وداخل بسرعه يقتلوا الملك ويرموا جثته وينطوا هم في الميه والخيول بتاعه مستنياهم من الناحيه الثانيه يركبوا الخيول ويهربوا. So anyone searching the castle اي واحد هيخش القلعه would find nothing just an empty room. هيخش مش هيلاقي غير اوضه فارغه تماما. عمنا راسندل وات از ميني من اتاك ذا كاسل. قال له طيب حضرتك دلوقتي ده لو نفر ولا اتنين يعني فردين او تلاتة هجموا على القلعة انت عملت كده ماشي. طب تخيل احنا هنروح بجيش ميني من ها. قال له هن في ذير ها زي هاف انظر في خطة تانية يعني شبيهة بس فيها اختلاف. ايه؟ if the castle attacked by a large group of soldiers they would do the same thing. نفس الحكاية يعني يقتلوا اخينا ده الملك ويرموه بس المرة دي بقى ايه هيعملوا ايه. but ها يحصل ايه one of the six men will take the king's place. واحد من الرجال الستة يروح نايم مكان مين الملك ويربطوه بسلاسل بسرعة. so when Michael arrived at the castle he could say that. ويوصل مايكل طبعا يقولوا له ايه فين ما يقولوا يا اخوانا ايه ده he was only keeping one of the six men as a prisoner. يقول له انت سجن الملك عندك. ملك مين يا عم اللي سجنه انا ده احد رجالي انا بعاقبه وحبسه في الاوضة. ليه طب حبسه ليه؟ هي كان بني ادم رود تو انطوانيت دي موبان كلم انطوانيت دي موبان بوقاحة وتعدى عليها في الكلام فعقابي له ان احبسه في هذا المكان. none would believe that the king was ever there. طبعا اي واحد هيخش هيلاقي ما فيش غير اخينا ده مش هيصدق ان كان في ملك في يوم من الايام. فهنا رد راسندل كأنها الطرق السدد قدامه. It's a clever plan said Sabt angrily. It means that if we attack the castle quietly and secretly or openly with a large army. يعني قال له ايه في كلتا الحالتين يعني من هنا تنتن ومن هنا تنتن يا تنتحر يا تنحرف. يعني لو احنا دخلنا هجمنا بهدوء نفرين ثلاثة كده ولا رحنا بجيش the king will still be dead before we can save him. هالملك هيموت قبل ما نوصل له. راسندل I think this time next year you will be the king.
قال له ده الكلام ده طبعا هنا ايه عمنا ثابت بيقول له يا راس اندل شكلها كده السنة الجاية زي دلوقتي هتبقى حضرتك الملك، يعني الملك ميت ميت. هنا بيقول بالس ماي بالس كويك، هنا اول ما عرف ان انا مش همشي تاني هقعد ملك مش هروح بلدنا تاني بدأت نبضات قلبه تسرع. And thought of remaining king forever but without proving that Michael had killed the real king, the duke would still be there in his castle waiting for his opportunity to take in place to take my place. I would never be safe. قالوا الكلام ده بدون ما نثبت ان مايكل قتل الملك او خطف الملك هيفضل مايكل قاعد في قلعته ينتظر الاوبورتيونيتي الفرصة ليأخذ مكاني، ومعنى هذا انني لست في امان. فراسندل بيسأل يوهان، يا يوهان Does the king know about Michael's plan؟ الملك الغلبان ده عارف الكلام ده؟ Yes. So does my brother Max. قال له كمان واخويا ماكس، فاكرين ماكس هولف ده؟ ده ماكس هولف ده اخو جوهان اللي كان مع مايكل هم وراجعين القلعة مرة تانية، وهنعرف طبعا كنا هنعرفه بس طبعا الشال في الشابترز اللي اتحذفت. He helped to put up the pipe to the prison window. دي شغلانته ايه؟ الانبوبه متحركه يربطها في الشباك ويشيلها من الشباك. It's not easy to sleep at the castle of Zinda. يقول لهم جوهان يا اخوانا انتم مش عارفين المرار اللي انا عايش فيه. ده مرار طافح. مالك؟ قال لهم صعب جدا انك انت تنام في هذه القلعه. No one feels safe. Everyone in it is a criminal. كل الناس اللي في القلعة مجرمين except the king ما عدا الملك. Thank you Johan. I said to him you can't go back to the castle now. ارجع يا عم القلعة لحد دور عليك. If anyone asks you if there is a prisoner in the castle. لو حد قال لك هل هناك سجين في القلعة you can say there is. قل لهم ايوه فيه حد مسجون. But if anyone asks you who is the prisoner is don't answer. لو حد قال لك من هو قول ما اعرفش هو مين. We can help you. هنساعدك. If you keep your promise. لو حافظت على وعودك. Otherwise you will never be safe again. هددوه. لن تكون بأمان بعد الآن. انت قلت كل الأسرار وممكن نقول لمايكل انت قلت لنا الأسرار ويخلص عليه. Johan bowed to me. حركة بتاعتهم دي. As he left. We hoped he could be trusted. نتمنى أن نثق فيه. So ماشي جوهان قاعد سابت. What are you going to do now? asked سابت. تعمل ايه يا عم راسندل؟ I thought along and heard there are two ways in which the king can come out of Zinda alive. بعد ما فكر كده قال له عارف يا عم سابت هناك طريقتين فقط يمكن أن نخرج بهم الملك حيا. إيه هم One is if we have a miracle. لو جتنا معجزة من السماء. And the other if one of the dukes men betrays him. أو أحد هؤلاء رجال مايكل خانه. يا ترى إيه اللي يحصل؟ للأسف أنتم مش هتعرفوا لانه طبعا منهجكم هنا خلص. لو انت عايز يعني ممكن تطلع بنفسك. ده ختام الشرح طبعا يعني شو بعد كده قليل. طبعا الفيديو هيبقى مستمر هناخد الاسئلة بس ايه يعني عايز حضراتكم ممكن تعمل بوز للفيديو هنا وراجع القصة تاني اقرأها مع نفسك بالراحة شوية عشان لما نحل تبقى انت فاهم بنعمل ايه. نلقاكم على خير بعد قليل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدينا رجعنا لكم تاني أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي. بعد ما أدينا لكم الفرصة إنك تراجع مرة تانية الشابتر ونبدأ نحل معانا 70 سؤال.
70 سؤال multiplied choice يعني اختيار من متعدد. هتحاول ان كل الافكار اللي مرت علينا داخل الشابتر هنبدأ نقيمها مع بعضنا البعض. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال: راسنديل had to trust. راسنديل كان عليه ان يثق في من to keep the future of Britannia safe. وزي ما احنا تعلمنا قبل كده ازاي انا بتابع الفيديو اللي فيه اسئلة اختياري، بيبقى دايما معايا يعني دايما بدوس على زرار البوز، لان مش هستنى لما انت تدور على الاجابة، بدوس على زرار البوز وافكر في الاجابة واشغل فيديو تاني واشوف الاجابة الصحيحة. احنا هنا ده شرحنا في البداية. هو قرر طبعا زي ما حضراتكم عارفين انه هو يثق في المرشال. مايكلز ماذر واز نوت، ان ام مايكل قلنا انها ليست، وده اللي هيخليه هي كان اونلي ليجالي بي كام كينج اف هي ماريز ذا برنسس. يبقى اذا امه كانت سيده ايه؟ هل هي روتانيا من روتانيا ولا لويال ولا رويال؟ لويال هنا بمعنى مخلص، ايوه، انما رويال بمعنى ملكي، فهي ليست من الاسره الملكيه، فهي ليست رويال، ليست رويال. What reason does Rassendyll give the marshal for his writing being different from the king؟ ايه السبب اللي ادهوله عشان لما يجي الخط بتاع راسنديل المخالف اللي متعود عليه؟ فادي السبب اللي هو ادهوله: it's because of his injured finger، بسبب الاصبع المصاب. لكن بص للسؤال ده واوعى تغلط. The real reason for Rassendyll's writing being different from the king's is that، السبب الحقيقي اللي مخلي الخط مختلف ان هو ايه؟ هل هو لانه اطلق عليه النار؟ لا طبعا، ادي الاجابة، لانه هو اصلا ليس الملك الحقيقي، وده طبعا السبب الحقيقي. How might Rassendyll writing being different from the king's be a problem for Marshal Strachan's؟ الاختلاف الخط ده كيف يصبح مشكلة بالنسبة مع المارشال لما يعرض الكلام على الناس؟ هيبقى هنا ايه؟ الناس هيعتقدوا ايه؟ هل الناس might think people sapped that sapped wrote that order، ان سابت اللي كتب، ولا فليفيا wrote اللي كتبت، ولا the order from the king is not a real one، ولا people accuse، ولا هيتهموا المارشال ان هو working for Michael؟ طبعا زي ما حضراتكم عارفين هتبقى ادي الاجابة الصحيحة. What reason does Rassendyll give Princess Flavia for leaving Strelso؟ لما هيغادر Strelso ايه السبب اللي هو ادهولها؟ قال لها انا رايح اعمل ايه؟ ايوه تمام، he is going to hunt a big animal، انا رايح اصطاد حيوان ضخم، وحدد لها ان هذا الحيوان هو مايكل. What does Rassendyll ask Flavia to do if he doesn't come back؟ لو انا ما رجعتش يا فليفيا عليك ان تصبحي من اجلي ايه؟ تمام، فعلا to become queen، ان تصبح الملكة. The princess believes that the king had better، من الافضل للملك stay in the capital، ما يسافرش ويبقى في العاصمة، and تمام do his duties، انه يبقى ويقوم بواجباته. فليفيا told Rassendyll she would for Ruritania or Ruritania، Ruritania دي نيمز يعني مش مشكلة بالنسبة، وعادتنه ان هي تعمل ايه من اجل روريتانيا؟ do nothing، do whatever، risk her own life، marry Duke Michael. تمام، تفعل ماذا؟ اي شيء يعني، whatever، مهما كان هذا الشيء، طبعا whatever was right، اي شيء يعني في صالح هذه البلاد سوف تفعله. Rassendyll and his men stay in a country house
call Tottenham which belongs to. البيت اللي اقاموا فيه كان بتاع مين؟ تمام، فعلا a relative of Fred's اللي هو قريب من اقارب Fred's. The country house is on a hill on of the town of Zinda where the castle stands. كان فين؟ ايوه فعلا the opposite side، يعني كان طبعا في الناحية المقابلة لقلعة زندة. The ten brave and strong gentlemen who were with Rassendil at Tottenham didn't know that. كانوا معه ولكن لم يعرفوا أن. فكر كويس. سي ولا دي؟ كانوا، خلي بالكم هنا، يعني didn't know، didn't know، لا يعرفون أن راسندل ليس هو الملك الحقيقي. دي المعلومة دي لم تكن، didn't know، لم يعرفون أن راسندل هو الملك، ولا راسندل ليس الملك، أن هو راسندل ليس الملك، ودي كانت المعلومة اللي عندهم. راسندل told his men that Michael tried to kill him and a friend of the kings. يعني أخبر رجاله إحنا رايحين هناك ليه؟ رايحين هناك ليه؟ لأن أحد أصدقائه قتل؟ لا لا لا، مش قتل. was held prisoner in the castle، يعني محبوس داخل هذه القلعة. after Tottenham أترنهن آسف البيت يعني راسندل was visited by three of Michael's six men، ثلاثة من الستة، who knew that Rassendil and his men were not really there. يعني كلهم يعني كانوا يعرفون ان راسندل ورجاله لم يأتوا الى هذا المكان من اجل ان ايوه to hunt animals، ما جايينش دول يصطادوا حيوانات، امال جايين يعملوا ايه دول؟ نغير اللون شوية عشان ايه تبقاش في ملل يعني. طيب what reason does Michael give for not visiting Rassendil or inviting him to his castle؟ بعت له قال له يعني مايكل مش قادر يدعوك للإقامة في قلعته، ليه؟ كويس، أيوة الناس اللي بتفكر بسرعة. he and many of his servants had a dangerous illness، عندهم مرض خطير. Although Robert spoke to Rassendil formally، بالرغم ان روبرت كان يتحدث مع راسندل بطريقة رسمية and politely، وطريقة مهذبة، الا ان راسندل تمام لم يصدق ولا كلمة من التي قالها. Michael said he was sorry to hear that Michael was ill and hoped that he، يعني مايكل طبعا هنا said he was sorry to hear that Michael، هنا للأسف دي مش كلمة مايكل، يعني دي خطأ، دي المفروض راسندل قال أنه يعني زعلان إن مايكل، ويتمنى له إنه هو إيه فعلا feel better soon، أن يتحسن قريبا. في عندنا تاني before Michael's men left Rassendil told them that he looked forward to، يعني رجال مايكل بعد ما خلصوا اللقاء ومشين قال لهم انا اتمنى ان، في الاخر كده ايوه فعلا اتمنى ان اراكم جميعا، اشوفكم انتوا الستة المرة اللي جاية. سابت بليفد ذات روبرت هنزو، كان في اعتقاد سابت ان هذا الولد اللي هو وهذا الجندي روبرت هنزو was of the مايكل زيمن اللي هو مين؟ فعلا اسوأ مجرم فيهم، اسوأ the worst criminal، اسوأ مجرم فيهم. why do Rassendil and Fred's go to the inn at Zinda؟ Rassendil خلاص وفريدز راحوا، لماذا ذهبوا الى الحانة؟ ليه رايحين؟ ليه؟ عشان ياكلوا ويتعشوا ولا مديونين بفلوس ولا عشان يقضوا وقت؟ طبعا لا، هم رايحين to meet Johan عشان يقابلوا
you had. The inn at Zinda was a place. هذه الحانة كانت هي المكان where Rassendil. المكان اللي Rassendil فيه عمل ايه؟ فعلا قضى اول ليلة له في روريتانيا. What does Rassendil ask the innkeeper daughter to do? طلب من البنت، بنت صاحبة الحانة، طلب منها ايه؟ طلب منها ايه؟ ان هما to have Johan meet them at the next night. لو خدت البال حضراتكم ان هنا قال to have Johan، يعني هنا معناها to make Johan. ده اللي احنا درسناه القاعدة بتاعت الكوزيتيف. الكوزيتيف ان هنا هان أي كلمة هاف بمعنى ميك، يعني يجعل أي يرغم براحتكم. On the way to the inn زندا هم ورحين الحانة Rassendil عمل ايه؟ So that nobody could recognize him، حتى لا يتعرف عليه احد. عمل ايه؟ ايوه الشطار بحب الاجابات السريعة. Covered his face، غطى وجهه. The innkeeper's daughter almost dropped the plates. أسقطت الأطباق من يدها. إمتى؟ And she thought he was the king. إمتى؟ لما Rassendil عمل إيه؟ كويس الشطار دول. And covered his face. يعني كشف وجهه. كشف عن وجهه. The innkeeper's daughter told Rassendil she was sorry if they had said anything bad. If she, if زي هذا، يعني لو احنا اسفين لو احنا قلنا شيئا سيئا. عندما لما شافت شعره الاحمر، ولا لما جوهان جه، ولا لما عرفت ان Rassendil ليس الملك، ولا لما Rassendil اقام عندهم. فعلا لما Rassendil اقام عندهم. The innkeeper's daughter tells Rassendil that جوهان، اخبرته البنت ان جوهان ده لم يعد، ايوه never comes to the inn anymore، is no longer her friend، stopped working for Michael، usually come to the inn late. طبعا قالت له ده بطل لم يعد ياتي الينا مطلقا. If Johan did as Rassendil asked، قال لها لو جوهان ده نفذ الكلام اللي انا بقول له عليه، Rassendil هيعمل ايه؟ ايوه ها خلي بالكم ركز. wouldn't hurt him. لن يؤذيه. لا ما تخافيش مش هنعمل له حاجه. What happens to Bernstein while Fritz and Rassendil are out؟ فاكرين Bernstein ده اللي هو لو انتوا فاكرينه ده اللي احنا كان الرجل من الرجال اللي ذهبوا مع Rassendil للمكان هناك. طبعا حصل له ايه؟ حصل له ايه فعلا؟ ايوه الناس اللي فاكرة. He is shot in his arm while he is out in the woods. Rassendil thought that he and his men would be safe. كان لما هو راح كان معتقد ان هو ورجاله سوف يكونون في امان لو في اقامتهم فين؟ لكن طلع الكلام ده خطأ. فين؟ ايوه لما هما كانت اقامتهم in the country house اللي هو اللي صاحبه قريب فريتز. It seems that it is dangerous for Rassendil and his men to ride in the area around the country house unless، يعني كان من الخطورة ان هما يتحركوا الا اذا كان معهم، ايوه they are in a large group، لازم يكونوا ماشيين في مجموعة كبيرة. The next day Robert tells Rassendil that Michael offers him a safe journey to the border and هيدي له كام؟ في الشابتر ده العرض second over هيدي له ايه؟ ايوه اهو ربنا يوعدنا مليون قطعة ذهبية. How does Rassendil react؟ رد فعله. To Michael's new offer at Tarnham. He wants more money. He refused the offer. He wants to stay king forever. He accepted the offer. فعلا he refused the offer. هو رفض هذا العرض.
as Robert is leaving Tottenham. بعد ما مشي روبرت طبعا he هو طبعا هو ماشي كده بينما هو مغادرا روبرت عمل ايه؟ عمل ايه لراسندل؟ الناس اللي فاكرة ايوه stabs راسندل in the shoulder with a knife يعني اصاب في كتفه بالسكين. راسندل said Michael and his men couldn't say he wasn't the real king in public because then people would know that. مش هيستطيع رجال مايكل ولا مايكل يقولوا ان راسندل هذا ليس هو الملك الحقيقي بسبب إيه؟ لان الناس في هذه اللحظة ماذا سوف تقول؟ ايوه فعلا زي هاد كدناب زري الكينج انهم خطفوا الملك الحقيقي. At Tottenham when Rassendil asked how the real king was, Robert said that he قال له ايه اخبار الملك اللي عندكم اللي انتوا حابسينه؟ قال له ايه؟ لسه عايش. ايوه سامعك اهو. He was still alive. لا يزال على قيد الحياة. What does Rassendil learn from? ماذا تعلم Rassendil؟ ماذا learn from Johan؟ ها؟ تمام. أنا استنيت مسافة لأن الإجابة طويلة شوي. عرف طبعا أين يقع أو أين يحبس الملك في القلعة وخطة الدور. Although his shoulder hurt, Rassendil was lucky that يعني بالرغم أن كتفه أصيب إلا أنه كان محظوظا. It was not a bad injury. Robert escaped before he could do anything. محظوظ عشان ده هرب. Nobody was there when he was stabbed. ولا Robert didn't have a gun. طبعا كان محظوظا مش عشان روبرت لا يحمل سلاح لانه طبعا it was not a bad لانه الاصابة ليست خطيرة. راسندل when Robert pretended that he wanted to shake hands عمل ايه؟ then he stabbed Rassendil in a shoulder with a knife. في اللحظة دي راسندل لما طعن كان ايه؟ unconscious very careful was badly injured fell for Robert's trick. طبعا هنا طبعا سقط في الخدعة التي فعلها في طبعا هنا fell for Robert's trick when Robert pretended لما قال له انا اريد ان اصافحك. Fred thought it was strange that Johan يعني هنا ايه بيقول له انا مستغرب يعني ان جوهان ده يعني knew nothing about Michaels didn't want to come to Tottenham was happy to be at Tottenham didn't want to help Rassendil. طبعا هم توقعوا ان هو كان ايه was happy يعني قال له ده سعيد انه جاء عندنا ما كانش زعلان. جوهان seems to know that if Michael's plan was successful he wouldn't be in trouble because he would be in trouble because قالوا لو خطة عمنا مايكل دي نجحت سوف أكون في مشكلة. لماذا فاكرينها الكبير قوي أيوة فعلا لأنه knew too much يعرف الكثير. As he talked to Johan Rassendil understood that Johan was أنه رجل إيه؟ أنه رجلنا كذا وليس كذا. أهو وليس كذا. يبقى هو was a weak man أنه رجل ضعيف ولكنه ليس wicked يعني ليس شريرا. Rassendil believed that كان يعتقد أن with the right encouragement يعني تشجيع Johan would سوف يصبح بالنسبة لهم فعلا جاسوس ممتاز هيكون لهم. Johan said he worked for Michael. Johan قال أنه
يعمل لدى مايكل. لماذا؟ not because he like him، ليس لأنه يحبه، ولكنه he was afraid of him. The king was kept in chains in a room whose window had that led to the castle moat. الشباك في الأوضة كان تمام a large pipe، هذه الأنبوبة الطويلة اللي موصلة على الشباك. helped to put up the pipe to the prison window. مين المسؤول على وضع هذه الأنبوبة؟ مين المصيبة؟ وهيقتل بعد كده بس انتم مش تعرفوا الأحداث دي، اللي هو ايه؟ ماكس هولف. The king's prison was always guarded by، الذي يحرس الملك. كم رجل يا تمام 3 of the 6 men. If the castle is attacked they will kill the king and then يقتل الملك. وماذا يفعل له في جثته؟ throw him out of the room، الشباك، ولا burn his body، يولعه فيه، ولا put him in the pipe، ولا bury، كلمة bury يعني يدفن. طبعا هنا ايه؟ put him into the pipe، طبعا هنا ايه؟ هيدفن، يحطوه داخل الأنبوبة ويسقط إلى الماء. After killing the king his guards can go out through the pipe and to escape، يعني يطلعوا من الأنبوبة، ينزلوا في المية. بعد ما ينزلوا في المية يعملوا ايه؟ ما يستنوش فيها، ده swim across the moat عشان الخيول هتكون مستنيها في الناحية التانية. If the castle is attacked one of the six men will take the place of the king after the خطة التانية him after killing him and Michael will say that he is punishing him for being rude to Antoinette Dumas. امتى يعمل الكلام ده؟ لو هجم على هذه القلعة عدد قليل ولا عدد كبير؟ تمام اهو with a great army، يعني جيش كبير عظيم. Johan is sent back to، رجعوه تاني فيه، ها؟ because the duke would look for him، هيدور عليه الملك. هيرجعوه فين لو عشان هيدور عليه الدوق؟ هيرجع تاني فين؟ ايوه فعلا هيرجع كاسل. يعني انت لو حافظ الاحداث بدون ان تنظر الى الاجابه هتجاوب. Sat believes that whether they attack the castle quietly and secretly or openly with a great army the king، يعني بيقول سات كان رايه، بيقول يعني احنا لو هجمنا على القلعه دي بعدد قليل بعدد كثير بالسر بالعلن الملك في كلتا الحالتين، ها هل will kill them himself، هيقتل نفسه الملك، ولا will run away هيهرب، ولا leave the country يغادر البلاد، ولا will still be dead هيلاقوه ميت اللي هو يتكل على الله. As it is almost impossible to save the king، من المستحيل أن ننقذ حياة هذا الملك. Sapt believes that this time next year، قال له السنة اللي جاية زي دلوقتي يا راسندل، تمام، will still be king، هيظل ملك. راسندل's pulse اللي هو نبض القلب quickened as a sort of، عندما يعني كلمة quickened يعني معنى بدأ يسرع كده ويتزايد في الدقات لما فكر انه هو ايه. ايوه تمام، remaining king forever، انا هيبقى ملكا للابد. Johan says that it is not easy to sleep at the castle of Zinda، قالوا ليس من السهل ان تنام داخل هذه القلعة. لماذا؟ علشان في انسكتس حشرات. No one feels safe، there are no beds، there is too much noise، دوشة ولا فيش سراير ولا فيش امان.
ايوه، لانه لا احد يشعر بالامان هناك. Everyone at the castle of Zinda is a criminal except، قال له كل الناس اللي في القلعه دول كلهم ايه؟ مجرمين ما عدا مين؟ ايوه، ما عدا the king. If anyone asks Johan if there is a prison in the castle, he should say there is. لو حد سأله قال له هناك في مسجون، يقول أيوة. But must tell anyone، ولكن لا يخبر أحدا. أيوة، من هو السجين؟ Who the prisoner is، من هو السجين؟ Rassendyll told Johan that if he didn't keep his promise، قال له لو أنت ما حفظتش على وعدك هعمل لك إيه. أيوة تمام، قال له إيه؟ would never be safe، لن تكون بأمان. Rassendyll believes there are two ways in which the king can come out of Zinda alive. One if they have a miracle and the other if is if. فاكرينها؟ أيوة أيوة تمام، فاكرة كان بفتكر الفيلم اللي كانت فيه هي ايه؟ الخيانة، الخيانة تمام، اللي هي بتاعت ويجا، كم ويجا كم ويجا بتريز، اهي الخيانة اهو. One of the dukes men betrays him. It was dangerous to ride in the area surrounding the Tarnham country house as، من الخطر انك تركب، يعني تركب الخيول في هذه المنطقة. ليه؟ علشان في wild animals، ولا a lot of thieves، ولا مايكل زمن، ولا weather was very bad. اي هدول اللي تخاف منهم اللي هم مايكل زمن were there. The innkeeper's daughter says that she saw Rassendyll when he stays with them. قالت له انت لما جيت عندي انا فعلا اعتقدت انك انت، ايوه عشان ايه؟ It was the king، انك كنت الملك. Johan seemed happy to tell Rassendyll، يعني كان سعيد جوهان انه يخبره مايكل secrets، ايوه باسرار مايكل تمام. Rassendyll wants Flavia to be the new ruler of Rutenia if anything happens to the king because، قال لها انت عايزك تبقى الحاكم بقى، تبقى الملك او الملكة. ليه؟ تمام ايوه، لان هذا سوف يمنع مايكل من ان يصبح الملك، لان هي الوحيدة اللي فضلة من العائلة الملكية، فطبعا ودي هي الشرعية، امها وطبعا وابوها من الاسرة الملكية، فلذلك هي احق منه. طيب مايكل wants to marry، مايكل wants to marry Princess Flavia because، اريد ان يتزوج حبا فيها. لا لا ايوه، لانه يريد ان يصبح ملكا شرعيا. Where is the king kept in the castle، اين كان يحبس الملك؟ On the drawbridge، in a tower، in a room next to the moat، in a country house، فعلا في هذه الحجرة. Michael wanted his men to، أراد مايكل من رجاله، if the castle was attacked، يعملوا إيه؟ يعملوا إيه؟ فعلا يقتلوا الملك ويخفوا جثته. How did Robert try to stop Rassendyll and his men from visiting the castle of Zinda، يعني طبعا هو ايه قال لهم مخلاهم ما يعثروش عنده، ان هو قال ايه ده معاد هو الكلام ده، ان هو that the duke had a dangerous illness، ان هو هناك مرض يعني خطير عند الدوق ورجاله. The innkeeper daughters was asked to bring Johan too، قال له ابعت لنا جوهان ده عشان يجي فين؟ فعلا في المنزل الريفي، في المنزل الريفي خلاص على وشك احنا اهو. Rassendyll asked the innkeeper's daughter not to tell anyone، قال لها لا تقولي لأحد ان، ايوه، انك رأيت الملك.
Rassendyll told Robert that if he didn't know how to, Michael must find another messenger. قال له يا روبرت لو أنت لا تستطيع أن لابد أن أخي يرسل لنا رسولا آخر. أيوة كلمة أدرس يخاطب الملك يخاطب الملك. The last one. Max Hulf knew about Michael plan too. Because helped to put up the pipe to the prison window. تاني طبعا يعني هو هنا ماكس هولف كان يعرف عن خطة مايكل تو خطته ان هو هيعمل ايه هيعمل ايه عشان كده كان بيحط له الانبوب عشان يرموا فيه الجثة يبقى هو كان عارف ان هما كل ذا ريال كينج انهم سوف يقتلون الملك الحقيقي. ابنائي الاعزاء كل سنة وانتم طيبين. انتهينا من المنهج وانتهينا من القصة واحنا شرحنا المنهج ككل وآدي احنا الآن خلصنا شابتر 6 المقرر. احنا كان ممكن طبعا نكمل 7 و 8 لكن نتيجة للظروف اللي احنا فيها احنا هنكتفي بهذا القدر لانه هذا هو المنهج المقرر علينا. اشكركم انكم تستحملتوني على مدار الفيديو الطويل ده. اتمنى ان شاء الرحمن القاكم في المراجعات سويا مع بعض والى حلقة قادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.